بسم الله الرحمن الرحيم. طلب الصف الرابع، ازيك يا حبايبي عاملين ايه؟ هناخد النهارده يا اولاد درس جديد بيتكلم عن القصور والعنصر المحايد. احنا يا اولاد عندنا المحايد الضربي اللي هو الواحد، والمحايد الجمعي هو الصفر. العنصر المحايد في عملية الضرب هو مين؟ الواحد. طيب عند ضرب اي عدد في العنصر المحايد الضربي واحد يكون الناتج نفس العدد. يعني ما اقول مثلا عارفين الحاجات دي صح؟ بس الجديد بقى هناخد مع القصور، يعني نقول مثلا 3 في 1 ب 3، 28 في 1 ب 28. طيب الصور الكثيره المكافئه للعنصر المحايد في عمليه الضرب ايه هي يا اولاد؟ يعني الواحد مثلا 2 على 2، 3 على 3، 4 على 4، 5 على 5، مليون على مليون. بس ما ينفعش صفر على الصفر، لان الصفر على الصفر ليس لها معنى. طيب ما فيش اي حاجه. تمام، تعالى نحل كده يا حبيبي. بيقول لي هنا اكتب ايه؟ بص معايا كده، باستخدام فهمك للعنصر المحايد الضربي اوجد ما يلي. عايزين 3 قصور مكافئه للربع. نعمل ايه؟ اول كسر يا اولاد هنضرب بسط ومقام في 2 مثلا. عارفين الارقام الاوليه؟ الاثنين والثلاثه والخمسه والسبعه وال11 وال13 وال17 وال19 وال23 وال29، كل اسمها اعداد اوليه. وخدنا قبل كده العدد الاولي يا احمد اللي هو عدد يكبر القسم على نفسه واحد فقط، عدد له عاملان. فهنا عشان نجيب صوره ثانيه هنضرب مره في 2 او في 3 او في 5، ارقام صغيره. تمام يا اولاد؟ طيب الربع ده المقام 4، يبقى انا هضرب بس المقام في كام؟ في 2. يبقى 2 في 1 و2 في 4 كام؟ ب 8. يبقى الاول كسر. الكسر الثاني نضرب بس المقام ايه؟ في 3. 3 الواحد في 3 3 3 في 4 12. ده اول تاني كسر. الكسر اللي بعديه الاربعه اضربها في 5. احنا عايزين 3 قصور يا اولاد، خد بالك. وعايز ايه؟ 3 قصور. يبقى الكسر الاولاني اهو، الكسر التاني 3 على 12. الاربعه صح. الاربعه دي عشان تبقى 20 ها ضربناها في كام؟ الاربعه في 5. 5 انت بتضرب في 2 مره، 3 مره، 5 مره، بس تضرب بسط ومقام. يبقى 3 4 في 5 ب 20، 1 في 5 ب 5، يبقى الكسر بتاعك 5 على 20. ماشي يا ولاد؟ سهلة؟ طيب عايزين 4 قصور مكافأة للثلثين، مين الشاطر؟ كل واحد يقول لي واحدة كده. ها؟ 4 قصور مكافأة للكسر. 2 على 3. 2. ها؟ نضرب بس المقام في كام يا حبيبي؟ في 2. في 2، قول يلا قول أنت أول واحدة. ها؟ قول. 2 في 2. الاثنين في 2 ب 4. ها؟ 2 في 3. والاثنين في 3 ب 6. واحمد ها نضرب بعد 3، 3 في 3 ب 9، 3 في 2 يعني 3 في 2 ب 6. ها قول يا حبيبي. انت اللي لا اضرب مره في 2 ومره في 3 بس المقام. هذا في 5 ماشي. 2 في 5 2 في 5 ب 10. والاثنين في 3 لا الخمسه في 3 في 5 ب 15. تمام. كاس تاني 3 في 7، 3 في 7 ماشي. 3 في 7 ب 21، 21 و 2 في 7، 2 في 7 ب 14. شطار. نشوف الصفحه اللي بعدها ازاي بقى 14 و 21. هي لو اتبسطت هترجع زي ما هي، لان انت لو قسمت ال 14 صح وال 21 بس المقام على 7 هيديك نفس الناتج. 14 على 7 في 2 دي كانت كام؟ دي 21. 14 على 7 في 2 21 على 7 في 3 ده نفس الناتج. في سؤال تاني بيقول لي 4 قصور مكافئه لعدد 3 على 4. يلا يا حبيبي كل واحد يقول واحد. ماشي. قول. الثلاثة 2 2 في 3 ب 6 وال 2 في 4 ب 8 وبعد كده 3 في 3 ب 9 و3 في 4 ب 12. خلاص هو اللي هيقول بقى زميلك كمل. ايوه 5 5 في 3 5 في 3 5 في 3 ب 15 و5 في 4 ب 20 و 7 في 3 ب 21 و7 في 4 ب 28. نشوف الصفحه اللي بعدها يا ولاد. يلا هتغيرش، يبقى 1 في 2 ب 2 والاثنين في 5 ب 10. طب ال 3 على 4 لو انا ضربت بسط وخام بسط في 5 ومقام في 5 هيبقى عادي مش هيحصل حاجه، لان الكسر اللي كنت مش هيتغير. اليوم ضاربين بقى 3 في 5 بكام؟ 3 في 5 ب 15.
الأربعة في خمسة بكام؟ 20. طيب 3 في 6؟ 18. 5 في 6 بإيه؟ 30. نفس الكلام يا أولاد، أكمل لتحصل على قصور متكافئة. هنا 2 على 3 اضربها بس ومقام في 7 على 7 عشان يحولها. دي تحل ازاي بقى يا أولاد؟ بص، الواحد على 4 هيضرب كل المقامات في 5. تعالى كده نحل اللي هنا وبعدين نوزعهم على خط الاعداد. لما يضرب في 5، 2 في 5 ب 10 وال 4 في 5 ب 20. 1 في 5 ب 5 وال 4 في 5 ب 20. ال 4 في 5 ب 20 وال 4 في 5 ب 20. يعني عمل ايه يا اولاد؟ خلى كل المقامات 20 على 20 زي الواحد؟ وحد المقامات كلها ل 20. ليه؟ عشان يمثلهم على خط الاعداد. طب هنا 3 في 5 16 وال 4 في 5 بايه؟ ب 20. الاعداد دي بقى تعالى مثلها على خط الاعداد. طب ازاي بقى تحت جايبين لي 2 في 6؟ هنعملها ازاي؟ دي مساله ثانيه هقولها دلوقتي، بس تعالى نحل دي بقى الاول. نكملهم يا اولاد. واحنا وحدنا المقامات 20 اهو. ال 4 في 5 ب 20، 1 في 5 ب 5. ال 4 بقت 20 ضربنا في 5 يبقى 2 في 5 ب 10. ال 4 بقت 20 ضربنا في 5 يبقى 3 في 5 ب 15. الواحد اللي هو 20 على 20. فهمتوا يا اولاد؟ فهمنا المسألة؟ طيب اللي بعدها. هنا يا اولاد الواحد على 6 هنخلي المقام 12. ال 2 في 6 ب 12 يبقى 1 في 2 ب 2. طب الستة دي بقت مقامها 12 ضربت في 2 يبقى 2 في 2 ب 4. الستة دي مقامها 12 ضرب في 2 يبقى 2 في 3 ب 6. الستة مقامها 12 ضرب في 2 يبقى 2 في 4 ب 8. الستة بقت 12 ضرب في 2 يبقى 2 في 5 ب 10. 1 في 12 ب 12 يبقى 12 على 12 فيها ايه؟ فيها الواحد. ماشي؟ الباقي دول بقى تكملهم سهلين يا ولاد. ماشي؟ طيب تعالى نشوف اللي بعدها. هنا بقى هيقول لك انت ضربت في كام؟ حاجات جميله اهي وسهله من جدول الضرب. يلا يا حبيبي كده. هنا 7 على 9 في كام على كام؟ بيديك 28 على 36. ها يبقى هنضرب في كام يا ولاد البسط والمقام هنا؟ هنضرب في كام اشوف المسألة. 7 بقت 28. ضرب في كام ال 7؟ 7 في كام ب 28؟ 7 في كام ب 28؟ ولاد انتوا فاهمين صح؟ اسمع يا حبيبي، 7 بص يا حبيبي كده، 7 دي بقت 28. في 4 كذلك 4 ولنا 4 في 9 ب 36. طيب ال 4 بقت كام يا ولاد؟ ها؟ ب 30. ايوه اتضربت في كام؟ اتضربت جدول 4، ال 4 في كام؟ ها؟ ال 4 في 8 ب 32. ماشي. ونعمل هنا 8. طيب اللي بعدها سدس بيساوي 3 على 18. ها الواحد بقى 3 ضرب في كام؟ الواحد بقى الواحد بقى 3 الواحد بقى 3 بيساوي 3 ضرب في 3 بيضرب بس مقام في 3. التسعة بقت 45. ها التسعة بقت 45 اتضربت في 5 يبقى هنا 5 على 5. الستة بقت 36 اتضربت 6 بقت 6 وهنا برضه 6 لان 6 في 7 ب 42. ده صح امام الكسرين الاعتياديين المتكافئين. ده صح امام الكسرين الاعتياديين المتكافئين. اول واحده صح. اول واحده صح. تاني واحده هي النص. صح. لا تاني واحده غلط. لا غلط ولا صح؟ ال 8 بقت 2. اسم على كام؟ الاربعه. اسم على 4 يبقى 24 على 4. 24 على 4 ب 6 صح؟ لا ده صح. طيب 5 على 45 يساوي 1 على 9. صح ولا غلط؟ صح. قولها ليه بقى صح؟ 5 على 5؟ 5 على 5 هي الواحد، و 45 على 5؟ 45 9. طيب اكتب 3 قصور اعتيادية مكافئة لكل كسر من القصور التانية. بس التانيين اللي جابوا دول واجب اللي بقى دي بس هو واجب. ماشي؟ واللي بعدها اكتب 3 قصور اعتيادية مكافأة لكل من. يلا حبايبي قولوا الربع ده. ماشي. تمن زائد تمن. لا مش هنقول مجموع عددين، احنا عايزين كسر يكافئوا يعني يبقى زيهم. كسر مكافئة. بضرب البسط والمقام في عدد ما. يلا يا ولاد احنا واخدين زيها دلوقتي.
ها قول يا احمد يلا نضرب بسط المقام في كام؟ البسط في المقام في 2. ها قول 1 في 2 1 في 2 ب 2 في 4 8. هات كسر تاني نضرب في 3 1 في 3 1 في 3 ب 3 و 4 في 3 3 في 4 ب 12. طيب كسر تاني نضرب في 5 1 في 5 20 4 في 5 ب 20. طيب 3 على 5 نضرب في 3 9 15 كسر تاني يلا 7 3 في 7 21 في 5 7 35 نضرب في تاني يلا يا ابني نضرب 7 ضربت في 2 3 لا 3 في 2 بكام؟ هنا ضربناه لا ضربناه ده المسألة الأولى لكن هنا 3 على 5 نضرب بسط المقام في 2 الاثنين في 3 ب 6 والاثنين في 5 ب 10 ماشي. حلل خطوات التلميذ وإجابته ثم حدد ما قام به التلميذ بشكل صحيح وما قام به بشكل غير صحيح. يعني في تلميذ حل المسألة بيقول لك ثم حلها بالشكل الصحيح، هو حلها بس حلها غلط. فأنا عايزك تحلل الحل بتاعه تقول هو حل إيه صح وحل إيه غلط. طلب من نبيل إيجاد كسر مكافئ 2 على 4. فكتب ما يلي 2 على 4 زائد 3 على 3 بيساوي 5 على 7. وبالتالي فإن الكسر 5 على 7 مكافئ للكسر 2 على 4. هل الحل غلط؟ غلط ليه؟ أساسا هو جمع المقام اللي اسمه ما ينفعش، المفروض إن هو يجيب كسر المكافئ من عملية إيه؟ ضرب. جمعت إيه؟ ضرب. ضرب يبقى له 2 على 4 في 3 على 3 يساوي يبقى 2 في 3 جمع هو حلها غلط بقى. فما غلط اصلا مفيش جمع كده اصلا. ايوه هو مش عارف طريقه الحل يعني حتى لما يجي يجمع ماشي كده لازم واحد مقاماته فاهمين هو مش فاهم الطريقه عايزين نفهمه بقى يبقى طريقه الحل ايه ان احنا نضرب بسط المقام في 3 بدل ما كنا نجمع في 3 يبقى نضرب ايه في 3 2 في 3 ب 6 و3 في 4 بكام 12 يبقى الكسر المكافئ للكسر 2 على 4 هو 6 على 12 حتى هو كاتب غلط اهو فان الكسر نقط مكافئ لكسر نقط وايه له الكسر ايه اللي هو 6 على 12 ده مكافئ للكسر ايه 2 على 4. طيب اللي بعدها طلب من يمنى ايجاد كسر مكافئ لواحد على 9 تمنى عملت ايه بقى؟ ضربت البسط في 5 والمقام في 5 بس جت تضرب ام الجامعة؟ ما ينفعش ما ينفعش يبقى احنا نقول له 9 ده يعني يضرب بسط في 5 ب 5 في 5 5 هي جابتها ازاي في 6 بقى؟ جمعت 5 و 1 6 يعني ايه حلت غلط فدي طريقة الحل يا ولاد الصحيح وبالتالي كسر 5 على 45 ده مكافئ للكسر ايه؟ 9 كده نكون خلصنا الدرس اللي معانا قصور المتكافئة.